تحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا هي 8 كيلومتر، وكما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 2 من بعد ظهيرة هذا اليوم، انطلاقة حول وزمول أصحاب سمو الشيوخ. نذهب مع هذا الانطلاق لهذا الشوط، هو شوطا قبل شوط الختام 12 للحول المحليات الأصايل المقدمة، ناتي بالصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول، من تأتي مع المقدمة الظبي. تعود الملكية لحمد بن سالم بن هضع الشريفي، من يقدم لنا الظبي مع المقدمة. المركز الثاني تليها مباشرة وترافق الظبي إبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري مع المركز الثاني. ثالث المراكز الظبية لراشد بن علي بن نويصر المنصوري، من يقدم الظبي مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، وأراد التقدم والوصول من تاتي زعفرانة. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لزعفرانة، تعود الملكية لعيسى بن سعيد بن سبت الخيلي، من يقدم لنا زعفرانة مع المركز الثالث. رابع المراكز مشاهدينا الكرام، أو خامس المراكز تصل لإسحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري مع هذا الانطلاق والمسار في خامس المراكز. سادس المراكز الشاهينية لهلال بن حربي بن هلال الخيلي، يقدم الشاهينية وتأتي في المرتبة السادسة. سابع المراكز وتحمل الرقم 7 ويحل الصدف للشاهينية علي بن مصبح بن ساري الاكتبي، من يقدم لنا الشاهينية مع المركز السابع وفي ثامن المراكز. ولكن لنا عودة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، من تأتي مع الصدارة هنا إبداع والظبي على المقدمة والصدارة. تعود الملكية لإبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، والظبي لحمد بن سالم بن هضع الشريفي، من يقدمان مع الصدارة الظبي وإبداع. المركز الثالث تصل مشاهدين الكرام أرى الظبية، الظبية في ثالث المراكز. تعود الملكية الظبية لراشد بن علي بن نويصر المنصوري مع ثالث المراكز، وفي رابع المراكز زعفرانة عيسى بن سعيد بن سبت الخيل، يقدم زعفرانة مع المركز الرابع. المركز الخامس من تصل مشاهدينا الكرام سحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري مع خامس المراكز، وفي سادس المراكز الشاهينية. تعود الملكية للشاهينية مع المركز السادس، الشاهينية تعود الملكية مشاهدينا الكرام بهذا المسار لهلال بن حربي بن هلال الخيلي مع المركز السادس. وفي سابع المراكز انتقل مباشرة مع المركز السابع، وراء الشاهينية تعود الملكية علي بن مصبح بن ساري الاكتبي. ها هو النداء للمرة الثانية للمراكز المتقدمة، وناتي مع البداية ونعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول في المقدمة والصدارة وعلى المسار الأول. إبداع، إبداع من تقدم الإبداع في هذا الشوط وتأتي مع الصدارة. تعود الملكية لإبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، ومن ترافق إبداع هنا الظبي، الظبي مشاهدينا الكرام. تعود الملكية لحمد بن سالم بن هضع الشريفي، يقدم لنا الظبي، من تأتي مع الصدارة وتغير مباشرة إلى المقدمة. المركز الثاني إبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع المركز الثالث، وصلت اللي هي الظبية تعود الملكية لراشد بن علي بن نويصر المنصوري مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز زعفرانة عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي مع المركز الرابع. أما اللي في المركز الخامس انتقل مباشرة إلى إسحامة لسالم بن سلطان بن غالب المنصوري مع خامس المراكز. انتقل مباشرة بعدما انهينا الخمس إلى المركز السادس، وراء الوصول والانطلاق والقدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات مع المركز
السادس وصلت مشاهدينا الكرام وتقدمت شاهنية. هلال بن حربي بن هلال الخيلي يا سلام. المركز السابع تاتي شاهنية علي بن مصبح بن ساري الاكتبي. ها هو النداء للمراكز المتقدمة. ونعود والعودة أحمد إلى الظبي وانتصاف المسافة 4 كيلومتر عن الفوز والناموس. 4 كيلومتر من عمر هذا الشوط والمقدمة الظبي. الظبي مع الصدارة، الظبي مع المركز الأول، ما زالت تسيطر الظبي وتعلن حضورها مع القيادة لحمد بن سالم بن هضعه الشريفي. يقدم لنا الظبي مع البداية إبداع يا إبداع مع المركز الثاني خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من يقدم إبداع. من ترافق الظبي مع الصدارة المركز الثالث الظبية. الظبية مع المركز الثالث 3 كيلو ونصف الكيلو. أذكر بأنه عن خط النهاية ما تبقى إلا 3 كيلو ونصف الكيلو ونحن قادمون إلى جسر العبور مع لافتة 3 كيلومتر. وأيضا وصول من زعفرانة عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي مع المركز الرابع. تقدمت إسحامة تعود الملكية لسان بن سلطان بن غالب المنصوري. مشاهدين الكرام من يقدم لنا إسحامة في هذا المسار المركز السادس أو سادس المراكز. مشاهدين الكرام من تتقدم وتأتي للشاهنية لهلال بن حربي بن هلال الخيلي. وأيضا هنا الشاهنية علي بن مصبح بن ساري الاكتبي. ها هو النداء. نعود والعودة أحمد. نعود مع الظبي. الظبي مع المقدمة. ظبي الفلا ما زالت من تسيطر في مقدمة الشوط وجسر العبور. نصل إليه، نصل إلى جسر العبور ونصل إلى لافتة 3 كيلومتر. 3 كيلومتر لا غير عن خط النهاية. أذكر مع هذه الأجواء الضبابية بين 3 كيلومتر عن الفوز، 3 كيلومتر من عمر الشوط، 3 كيلومتر عن الناموس. افصلنا والظبي مع المقدمة. الظبي لحمد بن سالم بن هضع الشريفي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع المسار الأول. من تنطلق الظبي بهذا المسار منذ انطلاق الشوط؟ الظبي وإبداع هن على الصدارة، ولكن القيادة مع الظبي لحمد بن سالم بن هضع الشريفي. إبداع لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل بن نويصر. هنا راشد بن علي بن نويصر المنصوري ويقدم الظبية مع المركز الثالث 2 كيلو ونصف الكيلو. هنا مشاهدينا الكرام عن خط النهاية يصل هنا إسحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس زعفرانة عيسى بن سعيد بن سبته الخيلي. ولكن تصل الشاهنية لهلال بن حربي بن هلال الخيلي مع المركز السادس. وفي سابع المراكز الشاهنية العلي بن مصبح بن ساري الاكتبي. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة. وصل التجمع مشاهدينا الكرام من الخلف 5 مراكز في موقع واحد، ولكن القيادة مع الثنتين هناك. الصدارة مع الظبي ومع إبداع، والقيادة عند الظبي. القيادة والصدارة عند الظبي لحمد بن سالم بن هضع الشريفي. يبي الفوز والانتصار يا سلام. لمن الفوز يا ترى؟ هذا الشوط لا يقل همية للحول المحليات الأصايل. والظبي مسيطرة كل السيطرة مع بداية المقدمة مع المركز الأول. إبداع في المركز الثاني. تعود الملكية لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث أرى مشاهدينا الكرام من تصل في هذه اللحظات وتقدمت إسحامة تعود الملكية لإسحامة لسابق سلطان بن غالب المنصوري. ولكن ظبية راشد بن علي بن نويصر المنصوري يا سلام. أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الشاهنية تعود الملكية لعلي بن مصبح بن ساري الاكتبي. ولكن نعود والعودة أحمد مع المقدمة. نعود مع الكيلو ونصف الكيلو مشاهدينا الكرام عن خط النهاية وعن الفوز والناموس. ما تبقى إلا كيلو ونصف الكيلو. والظبي ما زالت ترقص بالمقدمة، ترقص بالمركز الأول. تعود الملكية ومن يقدم الظبي حمد بن سالم بن هضعه الشريفي. ولكن دير البال وصلت إسحامة سالم بن سلطان بن غالب
المنصوري يقدم اسحامه. المركز الثالث الضبيه في المركز الثالث راشد بن علي بن نويصر المنصوري، ولكن يتدخل هنا علي بن مصبح بن سالم الكتبي ويقدم لنا الشاهينيه، غيرت مع المركز الثالث. ومن الجانب الاخر بدا يصل الخيلي هلال بن حربي بن هلال الخيلي، كيلو متر اخير، لا بعد كيلو الا الناموس، لا بعد كيلو الا الفوز. والظبي غادرت، الظبي غادرت بالشوط، غادرت بالناموس، اعلنت الاتجاه الصحيح والسليم باذن الله تعالى، متوجه الى خط النهايه متمنيا للفوز والناموس لملكها حمد بن سالم بن هضعه الشريفي. ان لم يكن رايا اخر هنا مع الشاهينيه، والشاهينيه صلاله شاهين قادمات بكل قوه، الشاهينيه لعلي بن مصبح بن ساري الاكتبي، وايضا الشاهينيه الهلال بن حربي بن هلال الخيلي مع المركز الثالث. ولكن الظبي 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 لا تسلمي المهمه، انت منذ الانطلاق مسيطره مع البدايه، مسيطره مع المقدمه، اهدي الفوز حمد بن سالم بن هضعه الشريفي. يا سلام، 400 متر اخيره عن خط النهايه، والظبي والشاهينيه في صراع الاقوياء، في صراع الابطال. يا سلام، المعركه ما بين الظبي وما بين الشاهينيه من اجل الفوز والناموس. 300 متر او 200 متر اخيره يا عبد الله الوهيبي، 200 متر وتسللت الشاهينيه، تسللت سلاله شاهين، شافت خط النهايه وشاف الناموس علي بن مصبح بن ساري الكتبي. مشكور، اسعد الله صباحك يا ابو مصبح على هذا الفوز، وصبحهم بالفوز والناموس علي بن مصبح بن ساري الكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الظبي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي، المركز الثالث الشاهينيه لا بن حربي بن هلال الخيلي، والمركز الرابع وصلت سحامه سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. خامس المراكز كان من نصيب الظبية راشد بن علي بن نويصر المنصوري. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والابداع والانتصار، ولكن في الميتين متر الأخيرة استطاعت الشاهينية أن تهدي علي بن مصبح بن ساري الكتبي هذا الفوز والناموس، متمنيا مشاهدينا الكرام الفوز والانتصار وتهدي مالكها على هذا الابداع والانتصار. أمامكم مشاهدينا الكرام الإعادة ولحظات وصول الشاهينيه لخط النهايه، معلنه الفوز والناموس مهديه هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام هي تسللت الشاهينيه الى خط النهايه وهدت الفوز مالكها علي بن مصبح بن ساري الكتبي. 13 دقيقه 17 ثانيه 5 من الاجزاء، تهانينا والناموس لمالك الشاهينيه علي بن مصبح بن ساري الكتبي. المركز الثاني الظبي قدمت عرض تشكر عليه بالفعل، ويشكر مالكها الظبي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وقطعت المسافة في زمن وقدر مسافة 8 كيلومتر اللي هي الظبي. المركز الثاني 13